حققنا أحلامنا، حققنا أهدافنا، مشاعر صراحة لا توصف. أفتخر أني أكون أول خريجة من هذه الجامعة الجديدة وهذا الصرح التعليمي. يا موطني دامع عزك شامخ فوق عالي بظل سلمان ومحمد رموز المعالي رؤيا. يعني أحب أهدي تخرجي للوطني ولعائلتي الوالدي. يا موطني دامع عزك شامخ فوق عالي بظل سلمان ومحمد رموز المعالي. واليوم وأنتم على أعتاب مرحلة جديدة وأنتم تملون مساءنا هذا فخراً واعتزازاً. حنا طويق الهمم نسندك في كل جالي. وهدي هذا التخرج وهذه المرتبة، مرتبة الشرف الأولى، لكل من وقف معي. وأهديها كذلك لأساتذتنا في الجامعة وكل الأخوان وكل الأصحاب وكل الأحباب. حقيقة مشاعر فخر واعتزاز. حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وولي عهد الأمين لم لا تألو جهداً في الرقي بأبنائها. أنا اليوم أرفع لسيد الملك، سيدي ولي العهد، الذي أمر بإطلاق قمم وشيم لمنطقة عسير، أرفع لهم كل التقدير والفرحة اللي أنا أشعر بها من المنطقة. هذه المدينة الجامعية هي واحدة من الممكنات التسع اللي شغالين عليها في المنطقة. حصول الحفل في هذا الملعب، هذه المدينة الرياضية، هو دليل على ذلك. سمو الأمير، اليوم شاب وشابات الخريجين والخريجات تحدثوا عن عسير في 2030 وهم جزء حقيقة من هذا البناء. البناء، أنتم كيف تنظرون لأبناء منطقة عسير وهم شركاء في هذا المشروع؟ كيف أنظر لهم؟ أنظر لقلبي وفي قلبي كلهم. إن شفتوا شو اللي في قلبي عرفت كيف أنظر لهم.